في إطار تتبعنا للمغاربة العالقين بالخارج، توقفنا عند حالة الناقلين للسلع من المغرب نحو أوروبا. هم بتعداد 200 شخص موزعون على دول أوروبا، هولندا، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا وبقية الدول الأوروبية. هم اليوم يشتكون من حالتهم الاجتماعية ويشتكون من الصعوبات الناتجة عن غلق الحدود وعن الحجر الصحي المفروض على كل بلاد العالم. معكم أحمد بزغودي من وجدة، كندير سيدي الترونسبور ديال السلع من أوروبا للمغرب. حنا جينا سيدي هنا باش نخدمو وحبسنا هاد المكتب تاع الله سبحانه وتعالى، ما عندنا ما غادي نديرو، ولكن حبسنا هنايا وأوروزمون طحنا هنا في هاد الجهة هادي، فكاين شوية ديال الأحباب وشوية ديال الناس عاونونا. أما القنصلية قالوا لنا ما عندنا ما نديرو لكم، ودوكا حنا حاصلين هنايا ولا إله الله في رسول الله. الروسي هذا الشيء اللي جمعنا السلع نتاع الناس كليناها، وكان عندنا الديبار في دي زويت ما تيسرش داك الشيء، ما عندنا ما ندير مكتوب الله سبحانه وتعالى. ولكن دابا بغينا حنا غير شي حل يديروا معنا الله يرحمهم الوالدين، بغينا ندخلوا راه عينا وما قديناش وحشمنا وفيها كل شيء، لا اله الا الله محمد رسول الله، ونشوفوا معنا شي حل يعطيونا شي وقيته سيدي نستناو، ما عندناش مشكل. يقولوا لنا شهر شهرين ما عندناش، يقولوا لنا الوقت ما بقاش، الانسان يقلب شي خدمه ولا يشوف كذا ولا هذه، المهم ما بقاش جالس هكا يتسنى واحد المجهول اللي كاع ما كاينش فوقاش الله اعلم به. والله يرحمكم والدي والله يجزكم بالخير، هادشي اللي غادي نقولوه. معكم خليفي احمد مغربي مدينه وجده بالضبط، مقاول ذاتي في النقل، غير مقيم هنا في ديار الحرسيه بالضبط، مغربي اصيل، ما عندي ورق ما عندي والو. اللي كنطالب به دروك كنطالب انا غير الوقت، الوقت كيما كان كيما كان الوقت، يعني حنا مستعدين نسمعوا هذيك الكلمه واخا يكون حتى لسبتمبر واخا حتى العام الجاي واخا حتى 2021 ماشي مشكل. هي واسم يقولوا لنا روح ديش مش نعرفوا واش نديروا، خطر على 70 ناس لا حوايج. اولا الكريديات اللي راها فينا، راه حنا تالي فينا راه خارج ب 4000 5000 اورو كريديات، وراه حنا دخلنا حتى في الفلوس ديال السكن ديال الناس ديال الباكاج اللي كنجيبوه، ما بقالناش الريال. انا بعدا كنتكلم على نفسي، عندي على الاقل عندي راني خلص دروك اللي فايت 2500 اورو اللي خلصتها غير ديال الكريه عند الناس اللي خلصتها، يعني ما عنديش اون بلوس دو سا. غادي يمشي الضريبه راه فيا دروك 4200 درهم. ثاني حاجه لاسيرونس كملت لي باش نخلص هاد لاسيرونس عندي على الاقل 10000 درهم. لا فيزيت تكنيك كملت، حتى البيي دروك راني نفكر في هاد البيي باش غادي نخلصو هادي هي المشكله. انا باغي هاد المسؤولين يكونوا مستعدين، يكونوا صحاح، يكونوا حنايا حنا مغاربه حنا صحاح كما يقولوا نعرفوا والصبر للكلمه اللي تقولوها اكزاكت. عطيني واخا حتى العام الجاي ماشي مهم، يقول لي اكزاكت باش نعرف واش ندير، على خاطر فينا انا بحال دروك كنخلص 7500 درهم في الشهر في الكريدي في المغرب، ما بين الفيكول والكونسوماسيون، عندي كريدي ديال الكونسوماسيون وكريدي ديال الفيكول 7500 درهم باش غادي نخلصها. معك يونس اوسوس من مدينه كازا ترونسبورتور، انا كندير البضائع من المغرب لفرنسا. حنا ملي بدات هذه الجائحه ديال كورونا وحنا واحدين هنايا كنا معونين على مده شهر تولينا في 4 شهور، وكنشوفوا ان المسائل القانونيه ما تعطاتناش حقنا، وكنشوفوا ان لاسيرونس سالات لينا، الضريبه سالات لينا، لا فيزيت سالات لينا، وحنايا شادين الباكاج ديال الناس هنايا واحد المده، يعني قلنا هذا الشيء غادي يكون شهر او شهر او شهرين تولينا في 4 شهور. يعني لا اله الا الله وصافي. الناس اللي كانوا كيتعاطفوا معنا هنا راه يوم يتعاطفوا يوم يديروا، راه الله يجزيهم بخير. النقابه ديالنا راه كتقوم بالواجب ديالها، ولكن باقي ما لقيناش داك الشيء اللي بغينا. البارح سمعنا الخطاب ديال وزير الخارجيه تيقول ان غادي تكون الطياره، والمشكل اللي عندنا حنايا هو ان عندنا الماتيريال هنا والباكاج ديال الناس، ما يمكنش لنا نمشيو في الطياره ونخليو الماتيريال ديالنا هنايا، والمشكله ان الفيزا عندنا قربت سالي ولا دخلنا في الطياره، شكون اللي غادي يجيب لنا الماتيريال ديالنا؟ يعني حنا ما كنطلبوا من الدوله والو، كنطلبوا منها انها تشوف حالنا ودير لنا واحد الباطو. انا تقريبا راه الباطو كيهز واحد 300 كاميون وحنا كاينين 200 هنا، الباطو غادي يهز، الباطو يهزنا حنايا ان شاء الله ودخلنا المغرب. حنا راه عندنا التزامات مع الناس، عندنا باكاج ديالنا شادينو 4 شهور هذه، يعني
لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا سناسي مدينة فيكيك، نعرف كان ترانسبورتر، كان ديال ترانسبور من أوروبا للمغرب. هنايا دابا دابا تقريبا 4 شهور حنايا حاصلين هنا، 4 شهور كلينا فيها اللي قدامنا واللي مورانا. حنايا دابا شدينا الباكاج على الناس، هادوك الفلوس كاع كليناهم، راه الله يكون في العون، راه 4 شهور هنايا راه عندنا صاير بزاف. كنخلصوا لي بوكس، عندنا الكريا، كنخلصوا المعيشه ديال هنايا غاليه شويه. دابا حنايا كنطالبوا خصنا واحد الحل، اللي يديروا لنا باطو اللي يدينا. هضروا على الطيارات، حنايا ما نقدروش نمشيو في الطياره، الا مشينا في الطياره لا بوسيبيليتي باش نرجعوا ما كايناش. باش تخلي هنايا الكاميو عامر بحوايج ديال الناس ما يمكنش، حقاش غادي نمشيو في المغرب غادي نتبلوكا. دونك الحل هو انه يديروا لنا واحد الباطو يدينا، حنا ما عندناش مشكل، يديروا لنا الحجر الصحي يديونا نجلسوا تما 15 20 يوم عندهم، ما عندناش مشكل. اللهم نجلسوا تما ولا نبقاو جالسين هنايا. معكم الفاسي ترونسبورتور ديال المغرب. سيدي حنا كنعانيو في الصمت، راه هاد الناس ما بغاوش يديروا معنا حتى شي حل، راه عيقوا علينا بزاف. صبرنا، قلنا كنقولوا سيمانات جوج سيمانات، دابا حنا داخلين في 4 شهور مازال ما كاين والو. راه هادشي بزاف، راه الناس كتعاني، راه الناس كيقاسيو، راه الناس مساكن من الشيافر هنايا ما لاقينش فين ينعسو، راه الناس مكرفصه بزاف. وكما كتشوفوا حنا مشارجين وواحلين، وكنتمناهم الله خير، وكنتسناو مابقاش يحلوا لنا الحدود. وداك الحل اللي كيقولوا ديال الطياره داك الشيء راه ما مسلكناش وما صالحناش. حنا بغيناهم يحلوا لنا الحدود البريه، ندخلوا بالكاميونات ديالنا، ما باش نخليو الكاميونات ديالنا هنايا وندخلوا، داك الشيء ما خدامناش. ونتمناو هذا الميساج يوصل، ونتمناهم الله خير، وشكرا بزاف. معكم بوغاري ايوب من المنطقه الشرقيه وجده، الشركه ريماسيه ترونس. حنا كنزاولوا هذه المهام ديال نقل البضائع الدولي. حنا كنا خرجنا لكات طروه من المغرب، دخلنا لسبان فلوسان طروه، جينا هنا على اساس راه عندنا بيوت روتور ان شاء الله عند 18، بينا نتفاجئوا باللي الحدود غلقات. حنايا كنا جمعنا مسرجين واجدين معدلين غاديين باش نشدوا الطريق، تفاجئنا باللي الحدود غلقات. قلنا حنا معليش، حنا رانا مسرجين نصبروا مع الدوله ديالنا، الدوله حتى هي راها مضحيه، ضحات يعني باقتصاد ديالها وبكل شيء ديالها. تم تفاجئوا حنا كل سيمانه غادي نقولوا كاين الحل كاين الحل. صبرنا 3 شهور، 3 شهور اللي كديرها يعني كاع الدول اللي دارت هذا الحجر الصحي. حنا راه هذا الشيء هذا طيبنا 3 شهور، الله يجعل البركه. كنتمنوا من الدوله ديالنا دير لنا حل اللي باش نرجعوا فيه لعند اولادنا. هذا الشيء راه اللي كان عندنا كليناه. دابا كان واحد المشكل اللي كنقولوا راه عندنا مثلا الروسيطه اللي جمعناها غادي ناكلوها وغادي يجي لنا باش نروحوا. دابا كلينا كلش، ودابا الكليان كيقول لك رد لي الباكاج. حنا الباكاج باش غادي تردوا له؟ الكليان حنا كلينا فلوسه، دابا ما عندناش باش غادي نروحوا. الضرائب راهم في البلاد كيتراكموا. لاسيرونس، انا درت لاسيرونس مثلا ب 10000 درهم ولا، يلاه راني داير بها فياج، راه ما يمكنش. هنا رانا كنا كي قال الاخر كارين، وعندنا بوكسات كارين، راه دمرنا. عياو الخوت وعياو الحباب ما ينقدوا فينا ويقعدوا فينا، رانا طبنا، راه ربي هو اللي عالم بينا. كاين الاخوه اللي راه عنده ولاده مراض، كاين اللي عنده بحال الاخ راه عنده مرته راه غادي دير عمليه وما قدرش، مسكين كي غادي يدير، هو اللي عنده مو خدام عليها. حنا خدامين على والدينا، خدامين على بزاف ديال الحوايج، راه ما بقالناش، راه دمرنا، ما بقاتناش حتى شي حاجه في هذه البلاد هذه. الله يرحم الوالدين. نتمناو من الحكومه ديالنا دير معنا شي حل، اللي راه ماشي شي حل كبير، كاين باط واحد اللي كاين الاخوان هنايا اللي راه كاين واحد 160 ولا، راه باط واحد يدينا حتى للبلاد. نمشيو تساعد معنا في الاداره ديال الجمركيه، تعاون معنا واخا غير مره في الحياه ديالنا. حنا ديما كنديو الواجب ديالنا، والله يكثر خير الدوله ديالنا يعني كتساعد معنا، ورانا خدامين يعني قانونيين، ماشي خدامين يعني غير شي حاجه اللي وهميه. عندنا مثلا اوتوريزاسيون باش كندخلوا لهذه الدوله ديالنا، عرفتنا فوقاش كندخلوا فوقاش كنخرجوا. دابا كنقولوا للدوله ديالنا دخلنا وديروا حجر الصحي ديالنا يعني في البلاد ديالنا، نمشيو عند وليداتنا ومن تما نخرجوا الكاميون ديالنا. بغات الدوله يعني من ناحيه ديال العاطفه ديال الانسانيه باش دير يعني تطلقنا بلا ما غادي نخلصوا هاد العشور، بغات ديرنا شي رمز يعني ديال العشور، شي حاجه قليله اللي يعني باش ما جيش غير هكا تجيو في النهار وغتقول لهم يعني الدوله ما غادي تخلص والو، ماشي مشكل. ولكن باش غادي نمشيو حنايا درك شوف شحال رانا هنايا وعندنا الباكاج وغادي نمشيو البي، ما عندناش باش نشريو البي نوصلوا للبلاد، ما عندناش باش نعشرو، راه كارثه. نتمنوا من الله
الدولة ديالنا تشوف لنا شي حل لي عما قريب اللي رانا ضعضعنا الخوت اللي كانوا يهزونا راه باقي لنا دابا غير غادي يسبونا راه ما غاديش يقدروا يديروا معنا والو راه الناس صبرت ونضرت حنا نضرينا والناس اللي كانت هزتنا نضرت حتى هي كتقول لك خويا الله يجعل البركه انا ما ولدتكش واش غادي نصرفوا عليك هنايا نتمنوا من الله تشوف فينا هذه الحكومه ودير لنا تاويل ونشكر محمد السادس اللي كي تاهو راه داير هذه المبادره يعني باش غادي يروحوا هاد المواطنين اللي راهم كاينين هنايا ولكن دابا حاليا الوزير هضر غير الطائرات الطائرات نعام الطائرات حنا ما غاديش نقدروا نمشيو حنا راه مصرجيين عندنا باجاج ديال عباد الله والباجاج ديال عباد الله فلوسو كليناهم والناس اللي كهنا المحسنين اللي كان عطانا شي حاجه صافي ما بقاش يقدر يزيد لنا دابا الكليان كيقول لك رد لي الباجاج ديالي منين غادي ترد له الباجاج وتصدق له الفلوس هؤلاء يبحثون عن حل ويلتمسون بكل قلوبهم حلا عادلا لحالتهم هم لا يريدون أو لا يستطيعون الدخول كبقية المهاجرين أو كبقية المغاربة العالقين بالخارج وهم بعدد 30,000 هم فقط في تعداد 201 عالق بالدول الأوروبية كانت فرنسا بلجيكا ألمانيا وهولندا يعني حلهم يستطيع أن يكون حلا بسيطا فقط يجب المحاولة هم يريدون العودة بناقلاتهم بشاحناتهم لأنها مصدر عيشهم الوحيد عبد الغني العيادي باريس